ياه، 3 سنين عدوا علينا. اليوم فيهم فرق في حياتنا كلنا. الحكاية ابتدت بيوم وتصاعدت يوم ورا يوم. قرر الرئيس محمد، وكانت البداية بعد 18 يوم رئيس الجمهورية بأول خطوة تمت في 38 يوم. وفي يوم عرف الشعب الحق من المستحق، وقرر بعد 365 يوم ينزل يملى الشوارع يدافع عن إرادته. يوم الجمعة الجاي، وفي اليوم ده لابد من نسيب كل المصريين، وابتدى في يوم تاني من جديد. ومن اليوم هنشوف نهار جديد قريبا. النهار اليوم، اليوم بيوم.